منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، انحسرت بشكل ملحوظ الغزوات التوسعية الهادفة إلى ضم الأراضي، وبدأ أنشن حرب من أجل ضم أرض جديدة صفحة طويت من التاريخ، وضرب من ضروب الصراع الذي عفى عليه الزمن. لكن هذا المبدأ الراسخ يتعرض لاختبار عنيف الآن مع الحرب الروسية في أوكرانيا، خاصة إذا كانت روسيا تنوي ابتلاع أوكرانيا كاملة، وهو ما سيغري العديد من الدول بالعودة إلى استخدام القوة لتوسعة حدودها. نص الترجمة: دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وقت طويل على القول إن أوكرانيا لم توجد أبدا بوصفها دولة مستقلة، كما جاء على لسانه عام 2008، وفي خطاب له في فبراير شباط من هذا العام، أسهب بوتين في شرح موقفه قائلا إن أوكرانيا الحديثة صنعت بالكامل بواسطة روسيا. وقد وجه الرئيس الروسي أوامره بعد أيام عدة من خطابه ذاك إلى القوات الروسية بغزو أوكرانيا، وبينما انطلقت الدبابات الروسية وعبرت الحدود الأوكرانية، فإن الرئيس الروسي لعله بصدد تنفيذ هدف قديم وهو محو أوكرانيا كما نعرفها اليوم من على الخارطة. يبدو الغزو الروسي منافيا لطبيعة العصر الذي نعيش فيه، فقد نظر منذ عقود إلى هذا النوع من الغزو لأجل ضم الأراضي باعتباره شيئا من الماضي. والحق أن آخر غزو توسعي مشابه وقع قبل أكثر من 30 عاما، حين حاول بلد العراق أن يستولي بالكامل على بلد آخر معترف به دوليا، الكويت. لقد نأينا بأنفسنا عن خوض الغزوات التوسعية منذ زمن، ومثل ذلك أساسا من أسس النظام الدولي الحالي الذي يعد الحدود الدولية مقدسة. ورغم استمرار أشكال أخرى من الحروب من أجل إسقاط النظم السياسية كغزو العراق أو التدخل في مسارات الحروب الأهلية، فإنها لم تستهدف تغيير الخارطة أو ضم الأراضي للدولة الغازية. نجمة: لم يكن الالتزام بعرف احترام سيادة الدول على أراضيها كاملا في الحقيقة، بيد أن الدول حاولت أن ترعى قدس الحدود الدولية أو على الأقل أن تظهر بذلك المظهر. رغم المخاطر العديدة التي واجهتها الدول، فإن محاولة غزوها من طرف بلد آخر بغي إعادة رسم حدودها لم يكن واحدا من تلك الأخطار على الأرجح في العقود الأخيرة. نجمة: لقد تعدت أسباب الحروب، بيد أن شن حرب من أجل ضم أرض جديدة بدا وكأنه صفحة طويت من التاريخ وضرب من ضروب الصراع الذي عفى عليه الزمن. والآن، مع غزو روسيا لأوكرانيا، يبدو هذا العرف قيد اختبار عصيب بصورة مخيف وصريحة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. فالحرب في أوكرانيا تعود بنا إلى أزمنة قديمة أشد عنفا من عصرنا الحالي، وإن سمح المجتمع الدولي لروسيا بأن تبتلع أوكرانيا أو جزءا منها، فإن دولا أخرى ستسير على الدرب نفسه وتبدأ في استخدام القوة لتغيير الحدود الدولية، وستنشب حروب، وستسعى إمبراطوريات سابقة إلى استعادة مجدها، وسيزيد عدد الدول التي تواجه خطر المحو من الخارطة كما نعرفها اليوم. حرس الحدود، موت الدولة، هكذا سميت تلك الظاهرة، وهي فقدان دولة ما السيطرة على سياستها الخارجية لصالح دولة أخرى، أو في قول آخر، تنازل تلك الدولة طوعاً عن التصرف بوصفها دولة مستقلة على مسرح السياسة الدولية. في مستهل عصر الدول الحديثة، كان أحد أسباب موت الدول وتفشيهن هو الانهيار أمام استخدام القوة القتالية الصريحة. فقد اختفت في المتوسط دولة كل 3 سنوات في الفترة بين عامي 1816 إلى 1945، وهي فترة عانت فيها ربع دول العالم من الموت العنيف في مرحلة ما من تاريخها، إذ غزت جيوش أعدائها عواصمها وضمت أراضيها إلى إمرة الدول الغازية، ولم يسع الدول الميتة حينئذ أن تتصرف بوصفها دولا مستقلة في النظام الدولي. عانت الدول الواقعة بين دول متنافسة على وجه الخصوص من خطر الاستحواذ عليها. فقد قسم كل من النمسا وبروسيا، ألمانيا فيما بعد، نجم وروسيا دولة بولندا بين عامي 1772 إلى 1795، واختفت بولندا من خارطة أوروبا تماما لأكثر من قرن. ولقيت باراغواي مصيرا مماثلا عام 1807 حين خسرت حربها في مواجهة الأرجنتين والبرازيل، وكذلك كوريا التي غزتها اليابان في مطلع القرن العشرين بعد سلسلة من الحروب بين الصين وروسيا داخل الأراضي الكورية.